إبراهيم المتحدث السابق لوزارة النقل، والحقيقة أثناء فترة الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل اللي فات. مساء الخير يا أستاذ أحمد. الخير أستاذة باشا عليك وعلى كل مشاهديك الكرام. الحقيقة أنا أول ما حصلت الحادثة دي تذكرت بشكل واضح جدا لما وزير النقل اللي فات الدكتور الجيوشي قال يا جماعة محتاجين نتعاقد مع شركة أجنبية لتطوير السكك الحديدية في مصر، واعتقد ان هو قال شركة إنجليزية. قامت الدنيا على الراجل وما عادتش، وقال لك ازاي مصر بلد الخبرات، عندنا خبرات وقدرات واحنا لابسين اهو في الحيطة، احنا لابسين في القطارات، القطارات بتلبس بعضها، سيبنا الحيطة دلوقتي. مدام رشا، هو احنا فعلا لابسين في الحيطه، بس للامانه والحق يعني لازم يقال ان اللي بيحصل في مصر دلوقتي في السكه الحديد هو نتيجه لاهمال كل الحكومات السابقه في حق السكه الحديد. السكه الحديد مدام رشا لم تشهد تطوير خلال العشرات السنين الماضيه. احنا ثاني دوله على مستوى العالم فيها سكه حديد بعد بريطانيا، والمفروض ان احنا نكون مركز إشعال بالنسبة للسكة الحديد في تصنيع وتصدير وصيانة وكل حاجة. للأسف الشديد احنا كنا رقم 2 أصبحنا رقم 78 على العالم. احنا بالفعل لما كنا موجودين في وزارة النقل احنا حطينا رؤية متكاملة لقطاعات النقل كلها وعلى رأسها السكة الحديد. الدكتور سعد الجيوشي كان سافر بالفعل لندن والتقى بوزيرة النقل في بريطانيا وقال لها جدودك اللي عملوا السكة الحديد في مصر، هل ترضي ان انا اجيب ناس تانية تطورها؟ وبالفعل اقنعهم ان هم يجوا، واحنا صدرت قرارات وزارية في هذا التوقيت بتشكيل لجنة لعمل مقايسة دولية لاختيار بيت خبرة أجنبي يعلمنا الإدارة. مش عيب خالص إن أنا أقول إن أنا عندي مشكلة في الإدارة، مش عيب خالص إن أنا أقول إن أنا فاشل في الإدارة عشان أصلح نفسي. إحنا مدام رشا إحنا كنا لما عملنا الإعلان ده أنا فاكر والدنيا كلها هاجت علينا وتعرضنا لهجوم وقال لك خصخصة، ومش خصخصة، هي مش خصخصة. لا وقال لحضرتك بلد الخبرات والقدرات يا جماعة في إيه يعني؟ أنا مش فاهمة. مدام رشا إحنا بنجيب حكم أجنبي عشان يدير مباراة لكرة القدم. يعني طب ايه المانع؟ وعلى فكره احنا تجربه الاداره الاجنبيه في مصر موجوده، هي الفنادق اللي في مصر مين اللي بيديرها مدام رشا؟ مش الشركات الاجنبيه كلها؟ مطار القاهره احنا ما كانش عندنا منظومه طيران لفتره قريبه، لما تعاقدنا مع شركه المانيه واخرى فرنسيه لاداره المطارات بقى عندنا مطارات في مصر. احنا وبعدين احنا ما بنجيب شركه تعلمنا الاداره، احنا بنتعلم منها الاداره وبعد كده الناس بيمشوا، هم بقوا 3-4 بيعلمونا الاداره. احنا اشتغلنا في موضوع السكه الحديد حلول اجله وعلى المدى الطويل، عملنا خطه للتشغيل الامن في السكه الحديد ان احنا نركز على الخطوط اللي عليها مشاكل بحيث ان احنا نهدي السرعات فيها، نشوف مشاكلها نحلها بحيث ان القطر حتى لو وصل متاخر افضل من ان هو ما يوصلش خالص. السكه الحديد عشان برضه ابرأ الناس اللي موجوده، السكه الحديد مسؤوليه الدوله كلها مش مسؤوليه وزاره النقل كلها. صحيح. هم وارثين تركه كبيره الله يكون في عونهم. انا بعتبر السكه الحديد زي الفيل اللي بارك في الارض ما تقدرش ايد واحده تشيله، لازم كل الايادي تساعد في رفعه. ده مثال صح جدا. وعلى فكره انا هدافع عن الدكتور عمرو اللي هو مساعد وزير النقل ده، عمرو عبد السلام شعت ده اللي هو الاستاذ في كليه الهندسه، انا هفضل ادافع عنه طول الوقت اللي قال الكلام الصريح ده دلوقتي يا استاذ احمد. عشان بقى احنا ابتدينا قلنا فن بقولنا حل السكه الحديد لا يصير عدو ولا حبيب، احنا لازم تعترف ان في مشكله عشان لا هو الراجل يعني على فكره ده لما حضرتك قلت البيان الخاص بوزير النقل الدكتور جيوشي لما قلت قررنا التعاقد مع شركه عالميه لاداره السكك الحديديه لاننا فاشلون في الاداره. صح. في 8 فبراير 2016. صح. يعني انا مش عارف احنا عايزين ندفن راسنا في الرمال ليه؟ هو احنا لو جبنا ناس احنا لو ما حلناش هنصحى كل يوم على كارثه بالشكل ده. لازم نحل، لازم يكون عندنا اراده حقيقيه للحل، والحل مش في قرارات ولا في معدات، الحل في اداره كامله. كان انا ده صحيح ده صحيح استاذ احمد ابراهيم المتحدث السابق باسم وزاره النقل، شكرا يا فندم لوجود حضرتك.